أنا أول مرة أطلع على شاشة على شيء وأتكلم من حقة قلبي أنا أم، ما عندي إلا هالبنت. من هم يعطيني 7000؟ أنا بطلقها، بعطيها إياه، من يعطيني؟ بس أنا أم أخلص بنتي. علما ان الشهود راحوا الى المحكمه بشهاده اني طردت من البيت، رميت خارج البيت مع اولادي. معلقات ينتظرن الإنصاف، حملة انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإنصاف النساء في قضايا الطلاق بالمحاكم الجعفرية. واللواتي رفعنا قضايا لطلب الطلاق للضرر ولعدم تمكنهم من إثبات الضرر، حكم برفض الدعاوى. المخرج الوحيد أمام هؤلاء النسوة هو اللجوء إلى الخلع، وللأسف المادة 95 تقيد الخلع برضا الزوج ورضاها أيضا على البذل المطلوب من الزوجة أن تفتدي به نفسها. ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بآراء متباينة للشارع البحريني، فمنهم من طالب بتعديل القانون وآخر يرفض هذا الجدل معللا بأن الحكم الشرعي لا يخضع للنقاش أساسا. في وجهة نظري أنه هو الصعوبة في الإثبات وليس القلط في المحاكم أو في القوانين. اتضح لي أن نسبة المعلقات هي نسبة شبه معدومة، فهؤلاء يقولون منطقهم هالشكل، إذا كان الرجل يحق له أن يطلق لماذا تمنعون المرأة من ذلك؟ إذا هي اختارت شنو خلاص ما تبغي تبقى، فلا بد أن تعطونها شنو أيضا سلطة. هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. ترى ليس دين لما أنا أقول تعال عدل المادة، لأن أساسا ما يقوم به الرجل اليوم يخالف للشرع ولا مساومة في هذا الكلام. نحن متعلمات، مثل ما درسنا القانون درسنا الشرع، هذا ليس شرع، هذا مخالف للشرع. تطالب الحملة بتعديل نص المادة 95 الذي يمنح الرجل حرية تحديد مبلغ البذل الذي تدفعه المرأة للخلع. أتعرض للإهانات ولتهديد بالقتل وتعرض بشكل دائم، وأتوجه بعد المراكز وأطلب حماية، بس ما أشوف كل مرة، يعني إنه باعتبار أنه زوجي مو طليقي ما يتم اتخاذ أي شيء ضده. مطالبات وأسئلة وجهتها نساء يصفن أنفسهن بالمعلقات للمحاكم الجعفرية. 17 سنة من الزواج، 8 سنوات في المحاكم الجعفرية، 25 سنة من عمري، لو وافقت أدفع إلي ولا فلس، عمري هذا اللي باق، شن قيمته؟ هل المحكمة الجعفرية مستعدة تعوضني عن عمري؟ مستعدة تعوضني عن